ولا تهنا ولا ننسينا. طيب، بعد سنوات من الحروب الضارية خاضتها مصر مع العدو الإسرائيلي، تكللت بنصر أكتوبر 73، وبعد أعوام من المعارك الدبلوماسية والسياسية تمكنت مصر من تحرير سيناء بالكامل في 25 من إبريل عام 1982، ومنذ ذلك التاريخ بات هذا اليوم عيدا لمصر والمصريين. هو عيد تحرير سيناء 25 إبريل هو بيتوافق مع عيد القيامة المجيد اللي بيحتفل به إخواننا الأقباط في مصر، وهو عيد القيامة بالنسبة لإخواننا المسيحيين اللي هو بعث فيه سيد المسيح من الموت. وهو عيد تحرير سيناء في حالة الأمر أنا برضو بسميه عيد القيامة بالنسبة لكل مصر، لأن هو ده العيد اللي مصر أعلنت فيه أن الإرادة السياسية بتاعتها أنها قادرة على أن تتحقق وأن تفرض إرادتها السياسية على جميع الأطراف. تنفيذا لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات، تم جلاء آخر جندي إسرائيلي من أراضي سيناء، وبذلك حققت مصر نصرا دبلوماسيا جديدا بعد نصر أكتوبر. قبل 25 إبريل 1982 وفق تحرير سيناء، حرص الطرف الإسرائيلي دائما على المماطلة وعلى الإيحاء أنه ليس من الممكن الالتزام تماما بتنفيذ اتفاقيات السلام، خاصة أن يعني اتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء أتى بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، ومن هنا تشككت إسرائيل في مدى التزام الطرف المصري بمعاهدة السلام وتحقيق الأمن في المنطقة، ومن هنا الإرادة المصرية تحققت وأثبتت أنها قادرة على الإيفاء بكل هذه المطالبات. استكمل تحرير سيناء عندما رفع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك علم مصر على طابة آخر بقعة تم تحريرها من الأراضي المصرية عام 1989. حينما انسحبت إسرائيل في 82 بالكامل، فظهرت مشكلة طابة، وحاولت إسرائيل أن تجد موطئ قدم في سيناء بأي شكل من الأشكال حتى تؤكد أن لها حقوق تاريخية كما تردد عادة في هذه المنطقة، وحاولت أن تثير قضايا خاصة بالمستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا في مستوطنة يميت، وتحدثوا عن حقوقهم التاريخية وتعويضات وإلى آخره. تحرير سيناء وعودة طابة إلى السيادة المصرية تحكي للأجيال مدى أهمية إصرار وتمسك أبناء الوطن المصري بحدوده السياسية وعدم التفريط في شبر واحد من تراب هذا الوطن. يجب أن يتم الاهتمام بسيناء نظرا لها هي خط الدفاع الأول بالنسبة لمصر، وتأمين الحدود المصرية يعني مهمة. تأمين الحدود لا تقتصر على القوات المسلحة المصرية فقط، وإنما يجب أن تشمل كل قطاعات الدولة المصرية. وإذا كنا نعاني من الانفجار السكاني المخيف في القاهرة وفي كبرى المدن، فيجب أن يعني نخلخل هذا الانفجار السكاني بعض الشيء من خلال نقل يعني كثير من مراكز التعليم والصناعة والثقافة إلى سيناء. الحقيقة الرائعة شادية لما غنت وقالت لنا سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد.
كلنا بنتساءل هل فعلا سيناء رجعت لينا؟ ولو كانت رجعت ليه كل هذا الكم من الإهمال على مدار العديد من السنوات؟ فين التنمية؟ فين التطوير؟ فين الإعمار؟ فين الخطط الاستراتيجية؟ فين كل ده؟ النهاردة هنحاول نناقش هذا الموضوع ونعرف إيه سبل عودة، أو نقدر نقول مش عودة بقى، بداية الاستثمار والتنمية في سيناء، وكيفية إعادة الأمان عبر التنمية وضخ استثمارات كبيرة في سيناء، وإن سيناء فعلا نحس إنها يعني مش بدأت، يعني إلى حد ما رجعت بجد مصر وبقت جزء فعلا من مصر. النهاردة اسمحوا لي أرحب بضيوفي اللي مشرفيني النهاردة في الاستوديو، سيادة اللواء محمد عبد اللطيف خضر، مدير أمن شمال سيناء الأسبق ومساعد وزير الداخلية الأسبق. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. والأستاذ صلاح البولوك الصحفي وعضو مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير. الحقيقة طبعا سيناء رجعت لنا وإحنا بنحتفل اليومين دول أو غدا بعياد سيناء، فخليني أبدأ مع حضرتك سيادة اللواء. كان لحضرتك العديد من المقالات اللي تناولت فيها كيفية تنمية سيناء، لكن من الناحية التنموية وليس من الناحية الأمنية فقط، وهل فعلا سيناء رجعت لنا ولا إحنا بنغني ونقول سيناء رجعت وخلاص؟ وحضرتك طبعا سيناء رجعت لنا الحمد لله رب العالمين. الحاجة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك، الحقيقه ان انا في 73 و72 كنت في بورسعيد في منطقه القناه، اشتغلت في الاسماعيليه وبورسعيد، وحضرت حرب 73 وحضرت تهجير منطقه القناه وحضرت المعاناه بتاعه اهالي القناه في انهم يسيبوا بلادهم ويسيبوا بيوتهم ويسيبوا وحضرت التضحيات العظيمه اللي عملناها في 73 اللي عملها الجيش العظيم، والحمد لله رجعنا سينا. طب احنا عملنا الكلام ده عشان نرجع سينا، عملنا ايه بسينا من يوم احنا ما رجعناها؟ النهارده داخلين على 40 سنه واهمال شديد. انا المقالات بتاعتي عملناها كتبتها في سنه 2009 او 2010، وكان عنوانها الاهمال اشد خطوره على سينا من السيول والاعداء، لان انا كنت حاسس ان اهمال سينا تنمويا واجتماعيا وثقافيا ولازم سينا فعلا نرتبط بيها. انا عندي ملحوظه صغيره جدا مرة في سينا بعد حد يعني قريب قوي من سنتين ثلاثة كده، وأنا ليه أصدقاء في سينا من يوم ما كنت بشتغل فيه، لأن أنا برضو ارتبطت بسينا وارتبطت بناس يعني سحرة الحقيقة يعني جميلة فبسأل واحد بقول له بتتكلموا زي بتوع غزة وبتاع، قال لي يا فندم غزة دي تبعد عننا 50 كيلو، احنا بعاد عن القاهرة 300 كيلو. لازم نفهم هذه الحقيقة ولازم ندرسها كويس قوي، ولازم نتلافى هذا البعد يعني هذا البعد المساحي، بان احنا لازم نقربها من النواحي الثقافيه ومن النواحي التنمويه ومن النواحي الاقتصاديه عشان تبقى سينا جزء مننا فعلا. سينا يمكن في اعتقادي الخاص، انا مش راجل يعني مانيش اقتصادي ولا حاجه، لكن انا اعتقد ان سينا يمكن ان تحل مشاكل كثيره جدا من مشاكل مصر. طب احنا دايما بنسمع ان مشكلة سينا مشكلة امنية، او ان هو عدم تنمية سينا بيرجع الى نواحي سياسية وامنية، احنا لغاية دلوقتي مش قادرين نفهم ايه المعضلة دي يعني. وحضرتك طبعا يعني الامن ضرورة او مطلب، المطلب الانساني الاولاني خالص هو الامن، مش عشان يقدر يشتغل يقدر ينمي يقدر يعمل اي حاجة، وده علميا طبعا حضرتك، فاحنا لابد ان احنا نوفر في سينا الامن. لكن احنا لازم نسأل نفسنا عدم الامن في سينا جه من ايه؟ انا اشتغلت في سينا في التسعينات، وسينا لحد التسعينات كانت منطقة مصرية جميلة بنعيش فيها ومفيش فيها اي مشاكل امنية. هذا الاخلال الامني اللي حصل طبعا احنا ما احناش يعني مختلفين على الجوار اللي موجود اللي بيضايقنا، على الفصيل اللي موجود اللي تعبنا في ان هو فاتح، ما لا يمكن تسألي دولة عن الأمن دولة مفتوحة حدودها اللي داخل واللي طالع أنا مش عارف مين وبلا مسؤولية وبلا تاخد بال حضرتك. الدولة الناس اللي في سينا اللي انت حضرتك أهملتيهم، طب الناس دي انت حصرتيهم في ان أصبح ما عادش له وسيلة انه يعيش فيها غير التهريب يا المخدرات، فلابد ان انا النهاردة وبعدين العناصر اللي دخلت ايام حكم الاخوان وايام الايام اللي فاتت وايام اهمال دي كلها، احنا اللي خلينا لان الاهمال هو اللي خلى الناس دي تجد مرتع في سينا، لان مهمله زي ما قلت مهما قلنا يعني. انا هرجع لحضرتك في النقطه دي تاني الحقيقه، لكن اروح لحضرتك استاذ صلاح ومشاكل بقى ابناء سيناء،
ايه هي اهم المشاكل اللي بيعانوا منها، وهل فعلا المشكله الامنيه مشكله حقيقيه بيعاني منها ابناء سيناء؟ ابناء سيناء في كل الاحوال هم ضحايا، ضحايا مختلف المراحل التي شهدت اخفاقات مصريه فادحه. احنا من 67 واحنا بنتكلم عن تنميه سيناء، ثم جينا في 79 والسادات قال ترعه السلام وندخل الميه وبدا يعمل قرى وبتاع، وده اخفاق اخر. ثم في 94 اقرينا المشروع القومي لتنميه سيناء. اخفاق اخر بمعنى اخفاق ان احنا ما كملناش، ما كملناش، جينا احنا بدانا. طيب الراجل عمل اللي عليه وبدا. يعني جينا في 94 قلنا هنعمل المشروع القومي لتنميه سيناء، والمشروع بيتضمن 1 2 3 مناطق صناعيه وزراعيه وتوصيل مياه، كل الكلام ده اتكلمنا فيه. قلنا ان هذا المشروع هيكلف 70 مليار، ثم انضمت اليهم مدن القناه فاصبح 110 مليار. توقف هذا المشروع تماما. اللي اتنفذ منه ايه؟ لما نروح نتفرج ونشوف ايه اللي احنا عملناه في سينا من يوم ما خدناها لغايه النهارده 32 سنه، فعلا زي ما قال التقرير، احنا جبناها ليه؟ مش جبناها عشان سينا دي جزء من مصر وعشان نحدث فيها عمليات تنميه. هي سينا مشكله سينا انها تخص ابناء سينا لوحدهم؟ لا طبعا على الاطلاق. القضيه اننا لدينا أجهزة تخطط منفصلة عن الأجهزة التي تنفذ وعن الأجهزة التي تراقب عمليات تنفيذ التنمية، فلا ده حصل ولا ده حصل ولا ده حصل. حطينا خطط ما نفذناهاش، ما كملناهاش، تعودنا على أن نبدأ مرة أخرى، يعني ما بنكملش على البدايات التي تمت. وبناء عليه المشروعات السبعة الرئيسية في المشروع القومي لتنمية سيناء توقفت. القطار تم تدمير المحطات ولم يستكمل. المنطقة الصناعية التي كان مخططا إنشائها على بحيرة البردويل لم تستكمل. منطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء لم تستكمل. استخراج الكبريت ما فيش حاجة تمت خالص. احنا بنتكلم تم طبعا في جزء تم تنفيذه، لكن في النهاية تعتقد السبب وراء تعطل هذه المشاريع ايه؟ كان إرادة الدولة أو عدم وجود الإرادة السياسية، ولا كان عدم وجود برضو إلى حد ما العدد الكافي إن هي يعني يحيي هذه المشاريع، إن المشاريع دي تكمل؟ يعني إيه السبب وراء؟ لا أقول لحضرتك، كان هدفا إنه يتم تهجير 2 مليون مواطن إلى سيناء. بالظبط، مش تهجير، أنا هحركهم عشان عنده مصالح تسكينه. طب إذا كنت أنا ما قدرتش أوفر مية للنص، هم لغايه النهارده ما فيش في سيناء نص مليون. يعني المفترض لو المشروع القومي لتنميه سيناء باقي عليه، بينتهي في 2017، باقي عليه 3 سنين، ما قدرناش نوصل عدد السكان الى 500 ألف سواء في الشمال او في الجنوب. وبعدين انا بتكلم عن الارض التي تدخل على مصر ثلث دخلها من السياحه وثلث دخلها من البترول، وليها اسهام في دخل قناه السويس. طب كل هذه الاسهامات في اقتصاد مصر، ولم أستطع أن أحل مشاكل المقيمين فيها بالفعل، فإزاي أنا هجيب ناس؟ هي القصة مش قضية أنه أنا ما عنديش عدد، أنا ما عنديش رؤية. أنا حتى هذه اللحظة كل فترة بتكلم عن تنمية سيناء بشكل جديد. أنا لا أنسى أنه عقب الثورة مباشرة في احتفالات بأعياد سيناء، وكان عصام شرف رئيس الوزراء، وتحدثت أنا بشكل شخصي، ألقيت كلام، قلت لا لازم تتحول إلى مشروع الثورة، لأنه سيناء دي بتاعت كل المصريين، مش بتاعت الناس اللي قاعدين دول بس. والرجل كان سعيدا بهذا، ولكنه لم يتخذ أي إجراء، إلى أن جاء الجنزوري. والجنزوري من الناس اللي بتحب سيناء، فعمل الجهاز الوطني لتنمية سيناء. احنا فرحنا بالجهاز الوطني لتنمية سيناء. عمل إيه بقى الجهاز الوطني؟ لا هو القصة مش عمل إيه، القصة إحنا ادينا له صلاحيات إيه. الدولة تراجعت هنا عن فكرة المشروع القومي، فكرة أن يكون هناك مشروع قومي ومخصصات، إلى فكرة إنشاء جهاز يراقب تنفيذ الجهات المعنية اللي هي الوزارات والهيئات. يبقى قللت من اختصاصاته، فما جيش أحاسبه على إيه؟ أحاسبه على أنه هو بيشرف على تنفيذ المشروعات. طب هو بيجي له تقرير أنه في جهات لم تنفذ في النص الأولاني من الخطة الاستثمارية والعاجلة إلا بنسبة 12.7% في 6 شهور. طب يعني المفروض يتخذ بقى اللازم نحو هذه الجهات. هو إيه اللي مخول ليه؟ يعني المسألة في يعني هو المراقبة ليه؟ المراقبة علشان أنا ما الاقي حد مقصر، المفروض أرفع الموضوع لرئيس الوزراء وترفع بتوصيات. لكن القصة لازم نرجعها لأصلها، إنه القرار ده 14/2012 لازم يعاد النظر فيه، لازم أدي له صلاحيات أكبر، لازم. إحنا بنتكلم عن مقتضيات الأمن القومي المصري، وخايفين إن إحنا نفتح عملية الاستثمار في سيناء نظرا للكلام اللي بيقوله سيادة اللواء. طب المسألة دي مش ممكن يجي استثمارات عربية آمنة الدول العربية؟ طيب. يعني لازم يبقى في أفكار مبتكرة عشان نبدأ عملية تنمية حقيقية. مش كل مرة أنا أقعد أتكلم في تشخيص
ولا أتحدث في علاج. دراسات وهكذا. طب أرجع لحضرتك يا سيادة اللواء مرة تانية على نفس النقطة اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي الأبعاد الأمنية وأيضا السياسية. احنا دايما حاسين أو يعني اللي بيتقال في الإعلام واللي بيتقال من رجال السياسة إن وراء عدم نقدر نقول تنمية سيناء أبعاد سياسية. إيه ممكن تكون الأبعاد السياسية اللي تمنع دولة من تنمية أرض تابعة لها وأرض يعني المفروض من أهم بقاع مصر؟ هو حضرتك سيناء تلت مساحة مصر وفيها من 6%. يعني تخبر حضرتك يعني فيها أشياء كثيرة جدا يمكن أن تقابل للتنمية. يعني يكفي بحيرة البرضويل حضرتك تاخد بالك. وفي حاجات بسيطة جدا الواحد بيستغرب ما بتعملش ليه. السكة الحديد ما بتستكملش ليه؟ السكة الحديد يمكن أن تؤثر تماما في التنمية. الحاجة اللي أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا منذ بداية استرداد سيناء وهناك عقيدة في الدولة إن هو حماية سيناء بتسكنها. تاخد بال حضرتك هذا الكلام لم ينفذ منذ 37 سنة. لم ينفذ هذا الكلام لحد النهارده. ايوه ليه السبب؟ ليه ده حضرتك مش بتاعنا بتاع الدوله؟ لا بس اكيد عارفين يعني دايما. وبعدين برضو زي ما بيقول الدكتور انت ما بتوفريش حضرتك البنيه الاساسيه اللي تستطيع ان تستوعب هذا العدد. يعني انا برضو كنا يعني ما فيش ابعاد سياسيه هو فقط عدم توفر البنيه الاساسيه. ما انا هودي ناس الكلام بتاع الابعاد السياسيه والافلام يعني والمؤامرات يعني غير موجود. حقيقي لا موجود. طب ما احنا عايزين نفهم ليه. احنا لازم. طيب ما هو بالظبط يعني احنا دايما بنسمع الكلام ده نفهمه بقى. لكن احنا لازم يبقى في منظورنا ونبقى شايفين وفاهمين انه هذه المنطقه هي منطقه مواجهه مش عسكريه وبس، منطقه مواجهه حضاريه بين مشروعين، مشروع المصري والذي يقود مشروع حضاري عربي إذا كان هيحصل، وبين المشروع الحضاري الخاص بدولة إسرائيل. ده واحد. نمرة اتنين، عين إسرائيل وعين دول العالم على جزء من سيناء، وكانت جماعة الإخوان متورطة في عهد مرسي في أنه سيناء سوف تكون الحل البديل لأرض فلسطين، وكانوا بديل. بيتكلموا عن ده. الكلام ده اتقال في 2009 واتنشرت خرائط متعلقة بهذا الأمر، زائد المؤامرات التي كانت تتحدث عن استبدال جزء من أراضي سيناء بأراضي داخل النقب. يبقى فيه هنا مشروع سياسي. مفيش، لا نستطيع أن نقول أنه لا توجد مؤامرة. مسألة أن احنا خايفين نقول نظرية لا في مؤامرة لا سيناء. احنا عايزين بقى نشرح عليها للناس إيه نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة أن سيناء زي ما قال الأستاذ صلاح أن هي داخلة في مسائل أطماع عالمية. لما يعني تبقى داخلة في مسائل أطماع عالمية يبقى أنا المفروض أعمل العكس، أن أنا أسعى لتعملها. إن أنا أسعى بالعكس، أنا أعجل بمشروعاتي وأعجل بتنميتي. لكن حصل العكس عشان ليه بقى؟ أستطيع أوقف هذا الـ احنا طبعا ما نقدرش نقدر يعني نعرف الضغوط التي حصلت على الحكومه على يعني العقل. كان ممكن يبقى فعلا ضغوط خارجيه بالعقل كده ممكن ان يكون هناك ضغوط على حكومات بحيث انها يعني اتاخرت شويه في عمليه التنميه دي. لان احنا برضو تساؤل، القطاع الخاص ما دخلش ليه في سيناء؟ والقطاع الخاص بيبحث عن وسائل التنميه ما دخلش ليه في سيناء؟ الاموال العربيه والمشروعات العربيه ما دخلتش ليه في سيناء؟ كان لازم نبدا احنا ونسهل للناس هذا الكلام. وبعدين احنا النهارده الحمد لله النهارده في مراحل كويسه قوي قوي في عمليه المقاومه الارهاب اللي موجود هناك، في عناصر تكفيريه كتير قوي، في نجاحات كثيره جدا انبياء القوات المسلحه او الشرطه في هذا المجال. لازم نبدا بهذا الكلام. طب ايه رايكم احنا ممكن نسمع صوت من سيناء؟ معانا على الهاتف الاستاذه منى برهومه الناشطه السيناويه. اهلا بيكي، واكتر واحده ممكن نقول لك كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه اسماء، وصباح الخير على الدكتور صلاح وعلى سياده اللواء، وصباح الخير على الشعب المصري كله. عايزين نسمع بقى صوت المرأة السيناوية، وإيه المشاكل اللي ممكن تكونوا بتواجهيها أو بتواجهها المرأة السيناوية في سيناء وأهل سيناء عامة؟ بصي يا أستاذة أسماء، المرأة السيناوية جزء من المجتمع السيناوي، فالمعاناة معاناة رجل ومعاناة المرأة معاناة مجتمع بأكمله. يعني مش هقدر أفنط أقول المرأة لوحدها، لا، إحنا معاناتنا كمعاناة مجتمع. وبعد كده زي ما قال الدكتور صلاح سبقني، احنا تعمير سينا وتنمية سينا للأسف الشديد تم اختزالها في يوم 25 إبريل على مدار الـ 32 سنة من قبل المسؤولين في غنوة وقصيدة شعر وتصريحات من خلال وسائل الإعلام أو المكاتب المغلقة، وكل حاجة يعلقوها على دواعي أمنية. الدواعي الأمنية من وجهة نظري أنا كمواطنة، بالمناسبة أنا ساكنة في مدينة رفح على بعد 750 متر من الحدود الدولية مع قطاع غزة،
الأمن القومي اللي بيتحدثوا عنه المسؤولين والأنظمة السابقة واللاحقة، أنا من وجهة نظري إنه المواطن السيناوي اللي قاعد على الحدود ده الأمن الاجتماعي والأمن السياسي جزء هام من الأمن القومي المصري، لكن للأسف الشديد يعني أنا الحقيقة اختزال سينا إنها ما تتعمرش علشان دواعي أمنية، لا لا لا، تعمير سينا يا أستاذة أسماء خطر على الأمن القومي الإسرائيلي من الآخر. اللي وصلت له سينا للأسف الشديد، ما المواطن اللي في المحافظات اللي بيتفرج وبيشوفنا لازم يفهم إنه المواطن السيناوي اللي موجود ده مسلوب الإرادة، لأنه تنمية سينا عايزة جهود دولة، مش عايزة حضرتك جهود أفراد. أنا ما مش بخلي المسؤولية عن المواطن المصري. طب أنا عايزة أعرف رأي حضرتك دايما في تناول، يعني نقدر نقول السينما أو نقدر نقول يعني التناول العام دايما لأهل سيناء أو في الأفلام أو في المسلسلات، إن هم دايما يطلعوهم لا إما في خيانة لا إما في تجارة مخدرات، بيبقى إيه إحساسكو كمواطنين مصريين، مش هقول بقى سيناويين، لا مواطنين مصريين، إن هو دايما يتم التناول لهم في وسائل الإعلام بهذا الشكل؟ طبعا احنا الناس محبطين وبنعاني من عملية إنه دايما صورتنا مشوهة في وسائل الإعلام المختلفة، سواء مرئي سواء مسموع سواء من خلال حتى المسلسل الوحيد اللي كانت عمل في الثمانينات مع الأستاذ محمد صبحي، أساء لسينا بطريقة ما تتخيلهاش، جاب الجانب إن احنا معمر سينا بس أساء لأهل سينا وطلعهم كده حاجات غريبة وعجيبة، نفسنا احنا ما نعرفش الكلام اللي بتقال. الفيلم الأخير اللي اتعمل أو الأفلام اللي اتعملت يجيب ابن سينا على إنه المحارب بتاع تهريب السلاح والمخدرات، طب ما تهريب السلاح وتهريب المخدرات موجود على جميع الحدود المصرية وفي كل مكان، لكن للأسف الشديد يا أستاذة أسماء الإعلام للأسف، وأنا يعني الحقيقة خلينا نتكلم بصراحة علشان نقدر نعالج المشكلة. الإعلام إلا ما رحم ربي خلال 32 سنة اللي فاتوا الحقيقة شوهوا سينا بطريقة غريبة جدا. الحدث الصغير الفردي بقوا يهولوه ويعمموه ويربطوه بقى بالولاء والانتماء بتاع المواطن السيناوي. يا جماعة المواطن السيناوي مواطن مصري بالدرجة الأولى، بيحب بلده مرتبط بيها، واكثر الناس حفاظا واحتفاظا بسينا. لكن طب اخيرا استاذه منى، بس ما ينفعش ان انا يكون معايا حد من سينا غيره يطمنا بقى على الاحوال هناك. بص انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا بما اني انا في مدينه رفح، الوضع سيء جدا في مدينه رفح والشيخ زويد خط المواجهه ده، ومن يوم 30/6 لحد دلوقتي انا عايزه اقول لحضرتك احنا عايشين حرب حقيقيه للاسف الشديد، معاناة بكل المقاييس. في البداية كانت الجماعات المسلحة في تدبير وتفخيخ وضرب وقتل سواء للمواطن السيناوي الشريف أو للمواطن أو للجنود والمقرات الأمنية. حاليا بقى في جهات الحملة الأمنية اللي بتعمل مطاردة للجماعات المسلحة اللي موجودة في منطقة شمال سيناء وخاصة في القرى. لكن خلينا أقول نرجع بمناسبة الفيات اللي هو اللي موجود، للأسف الشديد للأسف معاناتنا ما زالت مستمرة لحاجة واحدة، إنه العقاب الجماعي موجود والتعميم موجود، بمعنى إن أنا إذا كان في سين ده راجل وحش أو راجل من الجماعات ما، انا اعاقبه هو، ما اعاقبش اسرته واهد البيت عليه، ما اجربش مزرعته وبدون تعويض ولا بدون اي حاجه خالص. مش عايزه اقتل واحد او احارب واحد اخلق 7-8 متطرفين كويس بكره بسبب عمليه العقاب الجماعي. يجب انه يبقى في عمليه تشخيص، يجب انه الناس اللي موجوده يبقى عمليه جذب وترغيب، ما يبقاش عمليه عقاب جماعي. العقاب الجماعي ويعني الحقيقه هو عامل سبب الم أغلبية الناس عندنا. أكيد أكيد. أستاذة منى برهومة ناشطة سيناوية، جزيل الشكر ومرة تانية ربنا يكون في عونكم ده أولا، وكنت أحب طبعا ظروف تبقى أحسن عشان أقول لك يعني كل سنة طيبة عشان عيد تحرير سيناء، لكن قريب إن شاء الله سيناء ترجع لنا بقى بجد، ترجع آمنة وترجع لمصر، ونقدر نقول إن احنا نقوم بواجبنا نحو هذه القطعة الغالية من أرض مصر. نخرج لفاصل ونرجع لضيوفنا الكرام مرة أخرى علشان نعرف
إيه اللي بيعاني منه مواطنين سيناء، وأيضا كيف ترجع سيناء إلى الحضن المصري بعد الفاصل.